تسدل ستائر مسرح الميدان في مدينة حيفا بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي تقدم به المسرح ضد إلغاء ميزانيته لعامي 2016 و2017 بذريعة أن المسرح لم يلتزم بالمعايير المطلوبة للحصول على الدعم المالي. من جهتها رحبت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف بقرار المحكمة رد الالتماس قائلة إن العدالة قد اتخذت مجراها. ريجيف كانت قد جمدت الدعم المالي للمسرح في عام 2015 إثر عرض مسرحية تحت عنوان الزمن الموازي. أرحب بالصحفي في آي 24 نيوز عروة سيف. مرحبا عروة. أهلين شام. نبدأ مع الزمن الموازي ولعلها يعني أحدث نقطة في بدء الصراع ما بين مسرح الميدان وما بين المؤسسات الإسرائيلية. طبعا نحن نتحدث عن مسرحية الزمن الموازي للمخرج بشار مرقص. مسرحية الزمن الموازي هي عبارة عن كتابات للأسير وليد الدقة داخل السجون الإسرائيلية. وليد الدقة عمليا حول هذه الكتابات إلى بشار مرقص وأنتجوا من خلالها مسرحية. فنحن نتحدث أيضا عن مسرح الميدان. مسرح الميدان الذي تأسس عام 1994، مسرح الوحيد للجماهير العربية، الأكبر للجماهير العربية، للمجتمع العربي في داخل إسرائيل. عمليا تبلورت الأحداث، بدأت في عام 2015 عندما عرضت المسرحة للمرة الأولى في الميدان. خرجت جمعيات والشباب ومنظمات كأنترتسو اليمينية تتظاهر طبعاً. تتظاهر ضد هذه المسرحية. ومن هناك بدأ التبلور وخرج ووصل الصوت إلى الوزارات، إلى ميري ريجيف. وعندما بدأت ميري ريجيف عمليا بشن حملتها ضد المسرحية، عندما أيضا مع الوزير السابق للوزير التربية والتعليم نفتالي بنت بدأ بالتحريض ضد مسرح الميدان وكأنه مسرح الميدان يروج لسياسة ضد إسرائيل إرهابية وما شابه. وعمليا رأينا أيضا أن كيف في حملات انتخابية سابقة الوزير السابق تفاخر بأنه قتل العرب. وفي الأساس المسرحية هي تعرض واقع الأسرى داخل السجون. في المسرحية طبعا هنالك بشار مرقص تأخذ طرف معين داخل الصراع، ولكن هي تحاول تسليط الضوء على ما يمر به السجناء داخل السجون الإسرائيلية. عروة، يعني مسرح الميدان هو المسرح الأكثر هيمنة على المشهد الفني داخل البلاد لدى الجمهور الفلسطيني العربي، لكن في ظل يعني غياب هذا المسرح الآن في حال قطع التمويل عليه، هذا يعني بأن الكعكة ستقسم على أطراف أخرى، ربما على مسارح صغيرة. كيف، هل هنالك تضامن فني عربي فلسطيني مع مسرح الميدان، أما يعني يمرون على هذا الشيء مرور الكرام؟ الحالة الثقافية للجميع للمسارح سواء كان في المسرح أو في السينما أو في عدة محاور، عمليا هنالك ركود. لم نرى حملة معينة من فنانين أو مسرحيين داخلين ينددون بالقرار المحكمة أو ينددون بقرار الوزارة عمليا وقرار المحكمة أيضا. نعم. فهنالك حالة ركود التي أيضا تعكس حالة المجتمع، سواء كان نرى تفاقم العنف، نرى تفاقم حالات اجتماعية عديدة وملتهبة وقضايا ملتهبة. هنالك دور جدا مهم للثقافة. هذا الدور لم يأخذ المكان ولم يأخذ وضعيته الطبيعية. هنالك حالة ركود داخل المجتمع الفلسطيني، هنالك حالة ركود عمليا لكل الفنانين في الحيز الثقافي العام. هذا ناتج لعدة أسباب، سواء إن كانت حالة البؤس بسبب لا يوجد إنتاج، لا يوجد دعم جدا قوي. له عدة أسباب أيضا، هنالك خلافات داخلية وما شابه، فلم نرى الدعم ولم نرى التضامن المطلوب. ومن ناحية أخرى، فقط للتوضيح، لم يتم الإلغاء عمليا الميزانية بالمعنى الحرفي. فهنالك يتهم مسرح الميدان بأن الإدارة لم تستطع إنتاج المسرحيات والعدد المطلوب للمسرحيات. نعم. وبسبب ذلك المؤسسة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات، بسبب أن كون مسرح الميدان يعتبر جمعية وليس مسرح ثقافي متابع للوزارة، فلم يمنح لهم تأشيرة الإدارة السليمة وما يسمى بالإدارة السليمة. فعلى إثر ذلك منع منهم الاقتصاد، على الرغم من أن بلدية حيفا عارضت قرار ميري ريجيف عمليا ومنحت مليون شيكل لل... شكرا للصحفي في آي 24 نيوز عروة سيف. أهلا، يعطيك